يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على النص الرائع. يا سلام، إن شاء الله تعرف تقرأوا هيدي اللي رح توصل بعد لحظات. قال شو؟ قالت لي على الهاتف إنها بتشتغل دليل سياحي، حضر لي نص يا أستاذ لأستقبل فيه السواح لما يوصلوا على المطار. ساعتين صلي نطرها، ما كانت تعرف تشرف ساعتين. سوري سوري تعوان. شو شرفتي؟ حضرتك الأستاذ، حضرتك الدليل السياحي. أنا مين ناطر صلي ساعتين هون حبيبتي؟ سوري تعوقت، بس كنت عم بقرأ التحقيقات تبع الفضيحة الجنسية يلي صارت بكان. عيب عيب. وليش عيب؟ عيب ما عزمونا. بعدين علقت على برنامج مس إميجرنت على التلفزيون. يا يحزر شو سنة الجاي عم فكر ترشح على مس إميجرنت. وعن أي بلد بدك تترشحي؟ عن مس شليكي سلوفاكيا. فوت فور مي. إيه 69 69. يلا يلا عدي وخدي نوت. إيه أنا بنط وباخد. يلا وين بدي اقعد هون؟ تمجلسي. يا شو عالي الكرسي. ما في شي مسكن تهدى. هاتي عنك هذا البوسيكات تبعك. هاتي لهون. انتبه هذا البوسيكات بغير ميش. هذا بعاد. هيدا شريتي ولا خبستي على الطريق المعطر؟ طالع علي. لا هو طلع علي. انه طلع قدامي. سوري. ما قلتي لي شو اسمك؟ انا ماريوكا. تحيه ماريوكا. بين السكسية الماريوكا الليلة. يا سلام شو هالجمال، شو هالأنوثي، مثل ما قال الشاعر الكبير عن الجمال. قل امرأة العين جمالا مثل هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا بدي رجيم عن جد. فضلي ماريوكا، هيدا النص حضرت لك إياه. ما حضرت لي. رح تستقبلي فيه السواح لما يوصلوا على المطار. أو لك السواح رجعين على بيروت؟ نعم. سواح العرب؟ إن شاء الله، لأنه طفرنا خاصة بهيدا الوضع. هيدا ياي هلا مين بده يجي رئيس أو لك؟ يا من 8 يا من 14. أنا من حسب خبرتي المتواضعة إذا بيجوا مع بعضهم أحلى. تتخيل شو هالبارتي الحلوة حتكون؟ يا شو حننبسط، وشو حيجي عالم، وشو حيجي مبعوثين. بيضلوا المبعوث فيت مبعوث داهر، مبعوث فيت مبعوث داهر. يا يا استاذ انا ما عم بسمع غير انه فايتين بالمجهول، فايتين بالمجهول. انا ما بدي فوت بالمجهول، بدي مجهول يفوت فيي. يلا خلصيني منك، تفضلي اقرأي، جربي قد ما فيكي ما تعملي أخطاء. بس لحظة لأقشع أحسن. أحسن أستاذ بسام. وين بدي أحطه؟ إيه؟ شو أزعر ماما؟ تفضلي. شو هاي؟ اوكي. الو الو طن لبنان، الوطن لبنان. سوري. الو طن لبنان. سوري. الو سوري. معنا فكرت انه الو مطنطنه ولعانه بلبنان. وتعوا تعوا يلا. ما استاذ انا معوده على الالو دغري بيجي. اكملي. الوطن لبنان، اهلا وسهلا بكم. بكم. بعدهم مشرفين. عم بترحبي فيهم. بكم. فكرت على المعوده دائما على الوصف بيقولوا هاي بكم، هيك بيقولوا لي.
لبنان لبنان بلدكم. هي مزبوط من زمان ما بقى بلدنا. خليكي بالنص. بالنص بين مين ومين؟ بالنص 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 هون هون بالنص بالك بالنص. عاصمته عاصمته. يا ماريوكا يا حبيبتي شو قصتك شو قصتك؟ هاتك عم تحضر كثير كارلوس إدي. ركزي حبيبتي ركزي. مش مزبوط. أنا بفضل النايب علي بزي. يا حبيبتي من البداية مش عم تعرفي تحركي. أرجوكي حركي حركي حركي. أنا ما بعرف حرك. شو هالإهانة ها؟ كلمات حركي الكلمات. يا سوري. عاصمته. فيني حركهم مع بعضهم. مش مادي. عاصمته مدينة بيروت. مدينة بيروت. بدك تقلي انه بيروت منا مدينة. مليارات وما لحسنا اصبعنا. وينني تهو راحوا. مدينة بيروت التي تتميز بموقعها الفريد. الفريد. وين شايفة الفريد؟ هلا كنت معه. ويتميز شعبها بإلحس إلو طنة. شو هي؟ هي مزبوط إلحس إلو طنة. أنا كاتب يا شو أزعل؟ مين خبرك يا؟ انتو الأساتذة من تحت لتحت. مخبى بتيابك ها؟ وللحس الوطني. الحس الوطني. كاتبين زيت الشيء مو معقول يا. بس ليك استاذ الحس الوطني. بس صدقني صدقني له طني. الحس الوطني خاصة بعد تقرير ميلس الذي قال البعض البعض إنه مصيص. واو ملس بيعدوا مصيص يا هيك بحبهم أنا يا مسيس. منه مصيص دمار. كان بيعجبني ملس. زعماؤها زعماء لبيروت. نعم. زعماؤها يسكنون في دوبل كس. ما معقول شو أزعل يا منين فكرني جاي يي هيدلني عليك أنا يا هي ضربة قاضي ماريو شو أزعل ولي دوبلكس دوبلكس طابعين بعرفهم طابعين الدوبلكس ما كنت ضلني على الدرج نازلة طالعة في دوبلكس التي يحيطها جنينة أمبورة. حبيبتي شو أزعل حبيبتي جنينة 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 أمبورة جنينة. ستوب بوز بورا بوز بورا. وين وين شو بعمل فيكي شو بعمل فيكي يلي بدأ ايه خبطني بحب ربطني على البلكون خبطني وهدي جلدني طب في الفصل السابع والبند السابع بحب هاي شو صار لي شو عم بتفرفتي قطع منيح منك بترابلس تعال منيح معي خدي خدي كفي اجرامك يلا فيكم جمله بعد قضي عليها سوري عم جاهز خلص رح ركز مش عليك لمحه عن نظام لبنان لبنان سلطه تنفيذيه لبنان سلطه تشريعيه يا سلام تستاهلي زقف عليها يا سلام شو هالابداع الفن العظيم نوم بستحي نوم سلطه طمنيني اكلي قبل ما تجي ايه كتير بس ما تخاف بعد مش بعد يتميز لبنان بخدمات المصرفية شو أزعر يا
أرجوكي ماريوكا، أرجوكي بوس إجريك، أرجوكي لا بوس أعلى شوية أحلى. المصرفية كلمة واحدة، المصرفية. عيد وراي. أوكي أوكي. المصرفية. 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 مصري فيا يا أختي، وين المشكلة؟ ما أنا معودة على الخليجي. ولي وين عم بتروحي؟ ما في خبرك شو حشوك؟ أكملي. من أهم طبيعة لبنان مغارة جيتا. جيتا. ما تقول العين يشو فيغير. كتير فيغير. في عين بالنص بدك تلفظيها. جعيتا. لا لا ما 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 ماريوكا شو سكسي انت وشري. ماريوكا 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 تمالك نفسك، تمالك نفسك. ماريوكا 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 رجعي فوتي بالنص. هو عم بفوت فيه. هلكتني. لبنان ايضا بلد الايثارات. الاثارات. زيت الشيء. لا مش زيت الشيء. بلا زيت الشيء. ايه فيك تقول اوثارات. للاثارات يعني هي هو فينيكي الرومانية. هو فينيك هي الرومانية. لا دخنتي يا كتير. ما عم بتخوفني بنظراتك. انت واحدة فاجرة. نو. فاسقة. نو. ساقطة. وي ولك رح بتطلعيني من التيابي. ما هيدا المقصود. اتشم. وعم بتعطسي كمان ما تكوني لقطة انفلونزا الطيور. مزبوط بس مش عارفة من اي حمامة. فنانات لبنانيات ويحبوا لبنان قوي، علشان كده كلهم سابوه وجم مصر عندنا. ده مش كافيهم، سرقوا مننا الجمهور المصري، اللهجة المصرية، عاوزين يسرقوا لنا فلوسنا. دلوقتي البت نانسي عجرة. نانسي عجرة ما تعرفش تغسل الا على الطريقة المصرية يعني. البت نانسي دي ان ده ما اسموش غسيل يا حبيبتي، ده اسمه دلع لبناني، عشان احنا في الصعيد منغسله كده. البت قلصة. قلصة. قال ايه دي في كل فيديو كليب بتغير راجل. ما تثبتي على راجل يا ولية. ولا انت مش عارفة تثبتي الا على مروحة. ده انا مش فاهمة. هو صوتها ما بيطلعش من غير مروحة يعني. مليانة بشوق وغرام دورني هواك.
مروة. قال إيه مروة بتبيع سمك يا دنايا؟ فإحنا نكلم صاحبك وألم الناس حواليا اللي تخلي لغيرك صاحبك زي ما ليك حق أنا ليا. وفيها إحنا نكلم صاحبك وألم الناس حواليا اللي تخلي لغيرك صاحبك وزي ما ليك حق أنا ليا. أحلى للهيئة البلدية، البنت المصرية الطيبة، البنت روبي مثلاً دي تتاكل. بعدين روبي بتتعب وبتشقى قوي علشانكو. بليز وين بيصير استوديو وان هون لان عندي تصوير؟ مين هلا مش وقتها. برايفت نمبر مين اسميك هذا؟ الو مين معي؟ ومين ضدي؟ ايه ما هيك بالصفية بهالايام كلنا ضد بعض عن جد. مين ما معي وقت؟ مين؟ هذه انت؟ امي اختك بيك سليلتي كيفن شري مبسوطين بكندا؟ استشيري شو عم تعملي؟ عم تحضري هيفا يا دخيلك شو بشعة هالمرة جنات؟ نونو شيري بتعرفين انا بحكي ضميري يحكي الحق الواحد كتير بشعة هيفا يعني ما بيشفع فيها الا صوتها لما صوتها حلو ما بتنشاف. غير الموضوع بعصب اصلا ما معي وقت. احذري مين بدي اشوف هلا؟ مين اكتر زلمة سكسي بلبنان؟ غير محمد رعد اكيد. كعيتي جاج ارداحي ياي وحيت لي بوبا هلا طالعه معه ومن سيربح المليون. جنات شي مثل الحين بتعرفيني من نحن وصغار نحن يعني من ايام الانزيام تيبو تيبي هالزلمه بيعجي. بلشوا شري بلشوا. يلا باي سي يو دمان سي يو دمان باي باي. يسعد مساكم مئة ألف أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من سيربح المليون. انتبهوا أعزائي رح نبتدي معكم مباشرة بسؤال السرعة كي نتعرف على المشترك الأول. رتبوا بالترتيب الصحيح الأرقام التالية من الأصغر إلى الأكبر. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بنرحب بضيفتنا الأولى من لبنان الأخت فادية الشراء. أهلا وسهلا فيك أخت فادية. مرسي أخ جورج. يعني لك شو مهتم بالطبيعة؟ لك هالشعرات لك هالحواجب لك هال لك هالسنين لك هالكرافات لك هالجرين.
طيب أخت فادية خبرينا شو بتعملي بالضبط؟ بروح بدفع شو بيعملوا بالضبط؟ ماكسيموم بخزقوا إذا عصبت من البوليس. يا لك بيدعي لك بهزك اللي سوا. لا ما رح داين، لا ما رح داين، ما بدأ يلا عن حظك يا فادي، يلا عن حظك. أخت فادية وأخت اللي عملها رح تتجوز التكير الهبلة. أنا الغريم على زغر، أنا عارفة رح التعب فيك. ما شاء الله عليكي. تانكس. خبرينا أول مرة بتطلع على التلفزيون؟ تلفزيون أول مرة؟ إيه بس طالعة كتير، غسالات، جليات، برادات، ميكروويف، صوبيا مرة، بس كانت مطفية أكيد. أخت فادية. نعم. أخت فادية إيدي. يا سوري فكرت أجري، سوري. حاسك ملبك شوي. شوي؟ كتير ملبك، أنا كنت بحلم إن رح يجي نهار أطلع معك على التخت، على الهوا، على الهوا يا سي جورج، على الهوا. هوا تلفزيون كاميرا هيك تصوير يعني. ما شاء الله عليكي فادية، روقي بهدلتي حالك. ثانكس ثانكس. خبرينا أخت فادية، متزوجة حضرتك؟ صراحة متزوجة، بس ما في شي بيناتنا. فرنس 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 فرنس. ايه ما هي أول سنة جيزة وهوليك بكره فرنس. بس بحبه مثل خيي. أخت فادية، أخت فادية. يا سوري سوري، شو عم بيصير اليوم؟ هاي إجرك، هاي إجرة. طيب بتشتغلي ولا ست بيت؟ صراحة مني ست بيت، ست فيلا. ست إيه عنا فيلا ثلاثة طوابق وأنا ستة. ما شاء الله عليكي. بتمنى لك كل التوفيق أخت فادية. رح نبتدي معك مباشرة الحلقة بالسؤال الأول بمئة ريال. قد ايه بيعملوا بالدولار؟ زينا الكالكولاتريس يا. انتبهي أخت فادية. ايه منتبهها. ركزي مظبوط. ايه وين؟ لا لا سؤال سؤال. سؤال سؤال سوري سوري، مش ما حدا قال لي وين. ما ما ما. على الكمبيوتر قدامي طبعا. ما اسم الحيوان الذي تستيقظين على صوته صباحا؟ جارنا بيقوم بحمل سيارة كل يوم الساعة 5 الصبح. ما في. شغله 9 على 5 بينزل بحميها بحط له مي بوعينا كلنا. حيوان كبير. بس ما بعرف شو اسمه الصغير. كيف سيستم هون؟ بعطيك اسم الثلاثي او بسوي لك اخراج الايد تبعه؟ كيف سيستم البروجرام؟ يا فادي يا فادي، شو خص هيدا بجاركم بحمل السياره على بكره؟ اي سوري سي جورج، ديك ديك صح. مبروك، صار معك 100 ريال. انتبهي اخت فاديه، يلا شدي حالك اخت فاديه. سي جورج اطلب منك طلب. نعم اخت فاديه. ما بقى تقول لي اخت فاديه، هاي هاي اخت فاديه. لا لا لا. ليش؟ ما بحس حالي اختك وما بعتقد انت مثل خيي. شو بدي اعيط لك؟ عيط لي فادية حاف سيدة سان فاسان. مثل ما بدك. تانكس فادية. جورج فادية. جورج فادية. جورج هذا الماكسيموم. ما تخاف ماكسيموم، هيك 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 هاي. انتبهي فادية، السؤال 8000 ريال واخر شيء لنا. السؤال عن لبنان. اوه حلو. كيف معلوماتك عن لبنان؟ والله ما حدا عم بيعرف شيء. يعني اللي لازم يكون عنده معلومات ما عندنا معلومات، كيف نعرف؟ اسم بلدة لبنانية تمثل الوضع الحالي في لبنان. اها مهضوم. شويفات. يه اوعى كيف تبعوا يا عمي. كفر شخنة. مركبتا. كيف؟ أم زبوغة؟ زبوغة. زبوغة. جو كونيس فيلاج. بس هاي وين بيطلعوا لزبوغة؟ وين زبوغة؟ وين زبوغة؟ وين زبوغة؟ وين زبوغة؟ عرفتها.